السلام عليكم، أنا اسمي محمد خايم، عمري 13 عام، مرض بالنبولة و كيحرقني الكلاب. ديما كندير لي كوش طال الحياة ديالي، وكنتمنى المسؤولين يتدخلوا في هادشي، وأنا بقى كنطلب باش نمشي لفرنسا ندير هاد العام. مسؤولي الوليد ديالي سي محمد خيار، يعني تزاد بواحد مال فورماسيون او نيفو دو لاباراي اورينير 2003. الحمد لله من 2003 جرى بزاف ديال العمليات في مستشفى الاطفال بالرباط، و كان هناك تحسن يعني نسبي، و يعني من بعد يعني كيتطلب واحد العملية يعني كبيرة اللي كتسمى لا ميتروفانوف. حاولنا باش نديروها الحمد لله في المغرب في 2012، درتها في كلينيك دي ناسيون زيني، درنا لها واحد لا روبريز عاوتاني في 2015 شهر 9 هنايا في سي اش او فاز، وهاد المره هادي عاوتاني درناها بولا تروازيام فوا، ولكن ما كاينش نتائج. من هذا المنبر هذا كنشكر الاستاذ رشيد بن القاسم من مستشفى الرباط، مستشفى الاطفال بالرباط، لانه قام باللي يتعين عليه يقوم به، وساعدني بجميع الامور اللي كنت كنطلب منه، الله يجازيه بخير وشكرا. وبالنسبه دابا للوليد ديالي، يعني كنأملوا من الله سبحانه وتعالى اننا نديوه لفرنسا من بعد ما جبت انا من تماك واحد الدوفي، واحد تقييم لثمن العمليه، و كنطلبوا من الناس يعني المسؤولين يعني يتدخلوا مباشره، يعني باش هاد الوليد هذا ما يبقاش كيتالم وحنا غير كنشوفوا فيه، وخصوصا ان دابا الكليتين ديالو ولاو مهدين بشكل مباشر، لان دابا ولا دائما الناس في السبيطار كيدير ترياكسون، كيضرب داك الشوك ديال ترياكسون، ولات عنده دابا انسوفيزونس رينال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون شي تدخلات يعني معقوله وجاده في اقرب الاجال باش يتم الانقاذ ديال هذا الوليد هذا وكاع الحالات اللي بحالو، لان الحالات اللي بحالو راهم كيعانيو في صمت. واش غندير اسيدي ربي؟ شنو غندير اخوتي؟ ما لقيت ما ندير. انا كنشوف ولدي كيتقطع، ولدي كيموت بالحريق، ما لقيت حتى شي حاجه، ما عنديش الجهد كاع، ما لا حول ولا قوه الا بالله. دابا كنطلب من خوتي، كنطلب من الناس المسؤولين، كنطلب من سيدنا، كنطلب من لاله سلمى تشوف من حالي، من حال هاد الوليد. كنتعذبوا بزاف، كنشوف ولدي مريض، ما كنلقى ما ندير له، ما عنديش الجهد، حسبي الله ونعم الوكيل. كنطلب منهم يحسوا بينا وينقدوا هذا الوليد حتى هو يرجع للحاله ديالو الطبيعيه، حيت حتى هو مسكين عايش في واحد العيشه يعني ربي اللي عالم به. الدراري كيعايروه، كيبقاو عليه، كدير ليه كوش، انت في عمرك 13 عام كدير ليه كوش. الولد دائما النفسيه ديالو مدمره، ولا حول ولا قوه الا بالله.